حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا ابن أبي زائدة: حدثنا هاشم بن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة، حدثنا هاشم: